السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه مودرن تكنولوجي. اذا كان لسه ما اشتركتش في القناه انزل على سبسكرايب واعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل كل الناس وكل الاستفاده. تابلت اولى ثانوي الجديد وهو برضو التاب الاي 7 بتاع السنه اللي فاتت الناس اللي لسه داخله ثانيه ثانوي. طيب انا دلوقتي استلمت التابلت. طبعا زي ما احنا عارفين الوزاره قافله كل حاجه على التاب حتى لو فاتح عند بعض الناس، فالناس التانية برضو هتلاقي ان الصح ان اي موقع او اي حاجة تلاقيها قافلة معاك، سواء يوتيوب او فيسبوك او اي حاجة تلاقي الموقع ما بيفتحش معاك. وبعد فترة برضو كام يوم ولا حاجة هتلاقي تحديث نزل لكل الناس بحيث ان هو مش هيفتح برضو حاجة مع الناس بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز اشغل كل حاجة في التاب، افتح كل الايقونات، استعمل تابلت عادي، او على الاقل في ابسط الامور ان انا اعمل تهكيرة المتجر، ان انا انزل تطبيقات بس مش لازم كمان افتح الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي كلها. لو انا عايز اعمل طريقة المتجر او ان انا عايز اعمل اخلي التابلت زي الموبايل بالظبط واشغل كل حاجة، ده متاح وده متاح. ولكن قبل ما بنعمل التهكير وقبل ما بنبدأ فيه زي ما احنا عارفين لازم الاول اعمل ضبط مصنع للتابلت بتاعي. طب اعمل ضبط مصنع ازاي؟ طيب لو جينا دخلنا جوه على الضبط والاداره العامه مش هلاقي حاجه موجوده اسمها ارجاع الضبط. طبعا دي هلاقيها مختفيه بسبب النوكس نفسه لغيها، او الحمايه نفسها بتاعه التاب بتاع الوزاره دي لغيناها بحيث ان انت ما تقدرش تفرمت التاب ولا تعمل ضبط مصنع للتابلت. طيب انا دلوقتي هحتاج ضبط مصنع ليه؟ هتحتاج ضبط مصنع علشان تعمل التهكيره، سواء ان انت تنزل طبقات او تفتح التابلت كامل. وبرضو اما تعمل التهكيره الكامله او تفتح التابلت كامل ده ما بيخرجش التابلت من المنظومه اطلاقا، لا لما بتعوز ترجع بترجع تاني للمنظومه. طيب اعمل ضبط مصنع ازاي؟ ضبط المصنع بيتم عن طريقنا احنا. ازاي؟ حضرتك بتتواصل معايا على الرقم اللي هسيبه لك على الشاشه او في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتتواصل معايا وتقول لي ان انت عايز تعمل ضبط مصنع. هكون سايب لك الملفات الخاصة بعمل ضبط المصنع برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو، او لو برضو اتواصلت معايا على الواتس هتلاقيني برضو ببعت لك رابط الملفات تحملها. هما حاجتين، اول حاجة تطبيق التيم فيور. التيم فيور دوت اساسي بثبت على الكمبيوتر علشان اقدر اربط معاك من خلاله واتحكم في الكمبيوتر اللي عندك واقوم بالخطوات من عندي. تاني حاجة ويا الملفات، من ضمن ملف الفورمات ان انا بقدر ادخل التابلت وضع داونلود وادي له ملف الفورمات علشان يفرق. طيب الضبط المصنع نفسه او الفورمات نفسه بيحصل عن طريق ايه؟ بيحصل عن طريق دونجل اي اف تي برو. ده دونجل خاص بالسوفت وير عامة ولكن بنستخدمه للضبط مصنع للتاب. دوت بيكون عبارة عن جزء هاردوير او جزء الموس مدعوم. الجزء الهاردوير دوتي لازم يكون متوصل في الكمبيوتر عشان اقدر اشيره. طيب انا دلوقتي ما عنديش او حضرتك ما عندكش الاي اف تي برو. طبعا ده شكل الدونجل بتاع الاي اف تي برو، تمام؟ فحضرتك دلوقتي ما عندكش الدونجل ده، انا بوصل من عندي وبربط من عندي للكمبيوتر اللي عندك وبعد كده بقدر افرمط لك التابلت بكل سهوله. طيب سعر ضبط المصنع وبرده من ضمن الفيديو هتشوفوا الواجهه بتاعه الاي اف تي برو شكلها عامل ازاي. طيب سعر ضبط المصنع هيكون عامل كام؟ ارخص سعر زي الناس اللي متعوده واشتغلت معانا وعارفين نظامنا بفضل ربنا. ارخص سعر 20 جنيه للتابلت علشان تابلت تعمله ضبط مصنع والتهكير بتقدر تكمله، او لو عايز تهكيرة كاملة بحيث ان انت تشغل التابلت وخاصة لو كان اندرويد 12 تفتح كل حاجة في التاب حرفيا، تستعمل زي الموبايل تشغل وتفصل الواي فاي البلوتوث كل حاجة حرفيا تشتغل وتفتح معاك، تقدر برضو تتواصل معايا على الواتس وبيكون بسعر لحد ما مش غالي، سعر برضو رمزي خاصة ان انا بوقف كل الحمايات الخاصة بالتاب، مش حماية واحدة ولا اتنين، لا كل حمايات التاب بفضل الله بنوقفها بحيث ان التابلت يشتغل معاك بدون اي مشاكل.
زي ما قلنا من شويه ان علشان نعمل ضبط المصنع بحتاج دونجل اف تي برو. بعد ما بربط معاك وبظبط الملفات وبقول لحضرتك ان انت توصل التابلت في الكمبيوتر عن طريق وصله اليو اس بي، بجهز التابل وضع التفريش وبجهز الملف وبنضغط ستارت كده بيحمل معايا الملف، بحيث ان هو بعد ما الملف دوت ما يخلص تحميله التابلت يتفرمط ويعمل ضبط مصنع ويقف على كلمة ستارت او قائمة البدء او اللغة اللي بقدر من خلالها وبعديها ان انا اكمل خطوات التهكير من تاني. طبعا التاب هتلاقيه بيحمل دلوقتي ومفيش مشاكل فيه خالص، بس ان لحد اما الملف يخلص ويتعمل كله. تمام كده اخد الملف كامل وقال ريبوتنج ديفايس، كده التابلت نفسه بيراستر او بيعمل اعادة تشغيل وبعد كده هيوقف معايا او يشتغل طبيعي على قائمة ستارت مفيش اي مشاكل. اشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش اللايك والشير وانكم تعملوا اشتراك في القناة، وان شاء الله في خلال يوم او يومين بالكتير هتلاقوا فيديو طريقة المجر وتهكيرات تانية جديدة هتنزل على القناة. تابعونا.